كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. صلاح أبيض. يا صباح النور الناس الكل. باهي قبل ما نبدا في اي حاجه نحب نقول مبروك لو زادولكم في الليسانس ان شاء الله. مبروك بالي مبروك خاطر انا رجعت صلاح والله عبادك. باركنا لك عاد صباح توا لازمنا نباركوا للشعب خاطر خبر كيفك. بارك الشعب خاطر رجع. ميرسي الحمد لله ربي الشعب رجع لهم امين. باهي قبل ما نبدا زاد اي واحد متعدي من خير الدين باشا ماذا بيه ما يعملش برشا حس فما لبؤه بيتها غادي من البارح تعديوا بشويه وهذا كان خلاكم تعديوا من اصله. اما موضوع اليوم بعيد على اللايف وعبير ومخلوف وخير الدين باشا وي 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 خاطر في وسط هذا الكل نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عمل تصريح هبال بارح مع أحد السفراء قلت له في هبالكم تجونا نهار كامل وتحكون وتونس وتونس وكذا وكل شعطيته تونس تمكم رامتونا بالقروض تماشي مرة جيتوا في برنامج وقلتوا هاو دعم معناها لتونس تحبوها تونس علاش اليوم شرطي نتاع حدود في البحر للهجر نتاعكم مناش باش نكوني شرطي نتاع حدود نتاعكم انت اليوم كيف تحب تكون بمأمن معناها في بلادك يزمك تستثمر في تونس اما احنا اعداء انفسنا احنا اللي خلينا رواحنا ليسوى وما يسواش في التسول وغيره كل المخابرات الاخلاق ربي كل ترتع في تونس بقى فهمتها معلش بالعياط هو بقى يمكن ما الميكرو بعيد اي واحد الاتحاد يسمو يعيط ما تحنين علاش تعيطش عليا يا اخويا عايش كمان الصباح صوتك العالي صوتك العالي راه ماهوش دليل على قوه الموقف نتاعك ميجا نحلوا التصريح واحده واحده ساعه قال اللي هو قعد مع سفير ما قالش اناهي الدوله اما من بعد قال ماناش شرطي حدود دونك الاكثريه دوله اوروبيه مالا والاكثريه ايطاليا الاكثريه ايطاليا اللي هو كان معناها يقول للفلحام ديرك تقعد مع السفراء باه شكون واضحين نظلموا حد احنا راه باه قال زاد اللي يسوى واللي ما يسواش قاعدين نتسولوا لهم هذا مش جديد معناها لحد لين تصريحات عاديه يا اخي كيحس روحه ما عملش بوز واخر وقدم قال كل المخابرات اللي خلقها ربي الكل ترتع في تونس انا الحقيقه ما نحبش نعلق اما خلي نشوفوا راي المواطنين المخابرات والله شو نقول لك نتصوروا مادام قال حاجه هكا يعرف روحو شو يحكي معناتها خاطر انا معناتها مانيش مؤهله باش نحكي فيه معناتها الكلام هذايا انا علاش معناتها نقول حاجه وتطلع غلط ما عنديش فكره فهمت مو عادي حتى نور الدين طبوبي راه ماهوش مؤهل باش يحكي عن المخابرات اما هو قال لي احنا عندنا مخابرات ترتع في البلاد معناها به يا اخي احنا مثال بين نمشي معاك صحيح فما مخابرات ترتع في البلاد يا اخي احنا ش عندنا باش الناس تطمع فينا لو احنا تونس فيها برشا حاجات معناتها محليه ومش كنوز معناتها فما عندنا برشا فازات معناتها هكا وكل شيء والعبيد الكل ماذا بهم يكونوا مستعمريننا معناها سيختو البلدان الكبار فهمت ما ترى معناها دولة تونس معناها ديما هكا مطمع اسمع ولدي رد بالك انا ماخذ خبره وكل كلمه رد بالك تقول هاني نسيت ما بيت لقت وراك راه ما تفهمت هاني نسيت هاني وحيده وحيده واحنا بالحق ناس تطمع فينا دوله احنا عندنا التلقيح بالملايين مطيش كيكم عندنا ما نعملوا به به مثلا فرضا جاتها كاين مخابرات الاجنبيه ايا كانت الدوله شنو هي يلوجوا بالضبط وش يعملوا مخابرات في تونس جايين يلوجوا مخابرات في تونس على لي دوني بيرسونيل نتاعنا معناتها ولا معلومات سريه كل شيء موضح في الفيسبوك ما كهو ذاك هو احنا رانا شعب سهل معناها توا مثلا تجي مخابرات اجنبيه تحط بيجي كي تبع جاسوس تكري له دار باهيه ولا فيلا ولا اللي هو هذا كله زايد مصروف زايد كل شيء موجود على فيسبوك اما به شكون الدول اللي تتجسس على تونس ترى سمينا مثلا شكون اللي غير منك اللي تنجم تكون غيره منا معناها غيره من الثوره نتاعنا والسياسيين نتاعنا والانفتاح الاقتصادي والتحضر نتاعنا معناها ما تنجم تكون كل المغرب بيان سور ديما هكا راهو ديما شوف عمره ما يقول لك راهي تونس لازم تتحدث ديما غايرين منا ترى شوف مواطن اخر يعطينيش هكا ليستا اخرى نتاع دول حسب رايك انا هم البلدان الكونسيرني بالتصريح هذا متصور اي دوله صف فرنسا ساش معنى اي دوله اي دوله ما نعرفش روسيا نيبال زنجبار اي واحد باهي وعلاش صف فرنسا فرنسا منا فينا علاش ما باش تعرف شكون يتجسس علينا علاش منا فينا فرنسا حاجه بحاجه تعرف مرحبا هو الحمد لله ربي بور لو مومون عندنا معناه تقريبا يتجسسوا علينا اكثر من اللي مشاركين في الكوب دي موند بيدو باه ميسالش اما سؤال زاديات راح نفسه علاش يا مواطنين سي نور الدين طبوبي اذا تنجم تحط كومنتير على الباج احلى صباح باي مو زي كفام راجع سي بون علاش تحسوا في تونس مستهدفه ترتع تي مش ترتع بركه تي بارت او ترتع الغبره عجاش في الواحد ولا ايش باش نقول لك ما هو هكا الشله نتاع العاده ذوك شويه على قطر منا شويه على امارات شويه على هكا الكوكتيل المعروف معناتها امريكا اسرائيل شويه المانيا شويه كذا هكا الدول هو في الاخر نقول راهو تجسس بالواحد
البلاد ذيقة معناها جست بشوي بلاي جست معناتها ملاحظة نخاطب بها عقول المستمعين الصباح حتى كان غير قهوة مش مشكل حاول تحل مخك معايا الصباح حاول تفهم بلاي بيجسوا علينا على شنية على علماء الذرة المكدسين معناتها اللي عنا على الطاقة النووية اللي عنا خايفين منها نصنع قنبلة نووية على الفلوس المكدسة اللي عنا على بترول على شنو معناتها ما يمكن ما عليش معناتها يضيعوا في وقتهم هما أصلا كان يجيوا يتجسوا معناتها معنا شيء يدينا عنا وجه ربي احنا في البلاد كاو معنا شيء شيء مع حتى شيء حتى شيء كونش كان معناتها حاسدينا في معناتها تقولي تحاسدينا في الثورة التلاقية المكدسة ما تحاسدينا على الثورة يا احنا ما تبيدنا حاسدين مع الثورة حتى احنا حاسدين كان فما اي جاسوس نجم يدخل يوضح بالله كان يسمع فينا جيمس بوند معناتها ماذا بينا يتصل بينا 71 113 ألف خلي يوضح معناتها السينور الدين طبوبي هو معناتها كان لهناش قاعد يعمل معناتها ومو على الاقل نفهم مثلا كان فما جاسوس من بوليفيا ما قالك دول الكل ولا ما عاش انا من مدغشقر يسمع فينا الصباح ولا من كمبوديا اوجه جيمس بوند صباح خير جيمس صباح وينك بوند صح اخويا حاله معاك شويه خير راجعين عاك جيمس